لقيناش ماشي مشكل. اه واحد اليوم من الايام جيت جاي للدار ديالنا، اه انا جاي للدار مع الزنقه، قربت لواحد الدار ديال عمي وانا كنلقى واقفه هي وواحد هي واختها وواحد السيده مرا كبيره كتسمى العائله وصافي. أيه وكنسمع واحد الكلمه وداسي مصطفى ما نكذبش عليك، اه يمكن هي اللي مخلياني دابا انا كنمشي بوحدي، كنجيب بوحدي رغم ان الخدمه كتفرض عليا باش نكون مع الناس، لان انا كنخدم جميع 70 حرفه في راسي. نعم، ولكن عندي دائما عدم الثقه، اه لان واحد الكلمه سمعتها من وراها غادي نجيو للقصه وغادي نمرض من وراها داك الشيء، وغادي تبقى هذيك ديك الهضره هي اللي كنبازي عليها. دابا انا جيت جاي كنتمشى، دابا اختها مراه مجهده غليظه وطويله، هي مدرقاها ما كتبانش ليا، هي واقفين فم الدار وديك السيده قصيره واقفه معاهم، ولكن مرات الوالد واقفه في الباب. كنسمع فيها، المهم كتشكي عليهم، داير لي فعل لي تارك لي صانع لي كذا، وهي تقول لها هذيك اختها، قالت لها واش حنا شحال قدنا ما نقريوك، هجريه جري عليه، حنا غنبقاو نوريوك اش غديري. هنا خلات لي واحد الحرقة، وواحد كيف كنشوف هاد الناس هادو، ما لان غادي نكبر وغيكبر معايا داك الشيء، ودخلت لواحد الباب اللي ما خصنيش ندخل له. دابا راه اللي صعيب في هاد الشيء كله هو دابا انت كتسمع داك الشيء وانت لا حول لك ولا قوة، ومازال مازال مازال داك المفروض تعيش تحت اعتناء الاب والرعاية ديالو، وبزاف الحوايج تيقصحوا. دابا انا اول فكره طاحت ليا في ديك هجريه، اه وليت كنخاف من الماكله ناكل بوحدي في الدار، هذه وحده. تخاف؟ اه تخاف. وليت كنحضي، استغفر الله يا ربي تسمح لي، عرف مشات فيا واحد العاده، وليت كنحضي راك عارف البنيان ديال التراب وكذا، كنحضي دوك الغيران تكون فيهم شي حاجه، تكون عقرب ولا شي حاجه. بزاف ما كيطيح لي في بالي، اه بزاف ما طاح لي في بالي، وليت وموراها غادي نمرض واحد مرضى خايبه، وغادي نباضي على هذاك الشيء، اه وغادي نلتجأ لديك الطريق اللي ما كنتش مع انا كنت في الدراسه ديالي، ولا بحاول النصائح ديال الوالد بحاول انه هو كان مسمع وكذا، كان عندنا نصائح قرانيه نصائح كذا، لان الوقت اللي كيكون قابض راس خيطه وكذا كندخلوا في هذا الباب هذا. اييه كيحاول يهربنا على الانحراف وداك الشيء، وخاصة انت دابا عشتي في دار الطالب وداك الشيء، ومع ذلك ما شتيش داك الشيء والو. المهم انا هذه هي اللي خلاتني غادي نبيع البيكالا وغادي نهفاكي وغادي نخوي. اه ايوا، ولا يعاود لي كيفاش قال لك هذه القضية ديال 400 درهم شحال ديك الساعات بعتيها؟ وقال لك انا 450 درهم في واحد الضوا قريب لحدانا. اه وهبطت بالليل، وهذاك ديك الليله هذيك كاين واحد العرس ديال واحد السيد جارنا، ديك ثلاث ايام ديالو، نهار ثلاث ايام مور الدخله كما نقولوا. اييه، حنا ديك الثلاث ايام كيجمعوا الشباب كيتعشاو مع العريس وكذا، وهذا كيدير ديك العشاء ديال الثلاث ايام. اييه سيدي، الور مي مشينا تعشينا تما، دابا رانا غادي نتعشى عند هذوك الناس في العرس ديالهم باش ما تشوفهمش، باش نعس ساكي وغادي نخوي. اه الناس وصلوا ليه بان راه معول يمشي، راه باع البيكارا وراه باغي يمشي وراه كذا وكذا. جيت خارج انا مع تعشينا عند دوك الناس، جيت نعس كايو الناس، الصباح راني نايض، قلت لك الكار كيدوز مع الخمسه، انا راني نايض مع الربعه واقيلا ولا الربعه قل شي حاجه، المهم راه يلا باغي يخرج هو الفجر. انا جيت خارج ويوقف لي فم الباب، بحكم ديك البيت اللي كنت كنعس فيها قريبه لحدا الباب ديال الدار. اه لقيتو سبقني هو، راه سمع الحس ديالي بانني كنجمع يمكن الصاك ولا هادي ولا ما عرفتش. المهم لقيتو واقف مول الباب، قال لي واش بعتي البيكالا؟ اه قلت له بعتها. اييه، وبشحال باش بعتها؟ تما ما نكذبش عليك، الله سبحانه وتعالى وقضني، لان قلت ما كنجاوبش ولكن غادي نجاوب. قلت له ودي راه داك اللي قال لك بان بعتها راه قال لك الثمن بشحال باش بعتها. اه
ان مشى معايا واحد داك اللي غيسافر معايا هو اللي مشى معايا وهو اللي عنده الخبر وهو اللي دبر لي شري وهو اللي ترى داك اللي قال لك راه باع البيكره هو يقول لك حاضر يقول لك اييه قال لي شحال باش بعتها قلت ليه بعتها ب 450 درهم قال لي 450 درهم كاب انا ما انا هضرت بالدرهم ولكن انا هضرت معاه بالريال قلت له بعتها ب 9000 ريال قال لي بعتها ب 9000 ريال و 9000 ريال كاع كامله بيديها معاك نعم راه انا ضامن الخدمه ولا هادي ما عرفتش انا بحكم ما نكذبش عليك لان هذيك الساعه وليت مع خدمت في هذاك الباراج وخدمت في ديك فيرما وهو اللي كيشد الفلوس وما ولا جزاء ولا شكر وقلت لك حسبت مع الناس بعشرات دراهم وما كاينش لا جزاء ولا شكر اذا هنا ولا عندي واحد العقده في نفسي بان الريال ديالي ما تاكلوش هي نعم صافي دابا هذا ولا التفكير عندي من هنا غادي قلت لك نخرج على راسي ولكن بطريقتهم هما ديت انا هذيك 450 درهم ركبت في الكار مشيت في حالي فاش مشيت كنخدمو في لافير نعم لاصير ديك البلاصه فيها البرغوت انا ما نكذبش عليك القلده على قد الحال الجلده على يلا صقع العظم قلي ول صاد يلا صير ما مولفش ما الدراري كيتعاونوا بيناتهم لان كانوا كيعطيونا واحد لاطاش ديال داك كنحفروا دوك لي طرونشي كيعطيونا ثلاثه لواحد عاد غادي ندخلوا في الغرس وعاد غادي ندخلوا في داكشي ديال المازير وندخلوا عاد في ما نكذبش عليك انا داكشي هما كيتعاونوا بيناتهم وانا دائما معزول لان علاش هي قلت لك شاريه ليا واحد وقع فاش معيشاني قلت لك لدابا وبغات تبدا لي في ولادي نعم دابا الحال لحد الان راه باديه لي في ولادي واخا باش حتى واحد ما يقربهم واخا المهم ما عليناش انا كنضرب تمارا وليت بحال اللي بديت كنتغلب كنخدم ما كنخدمش وداك البرغوت كيبيتني بلا نعاس هي فاش غندخل البليه الكبيره اللي ما كنتش كان ما كان حلمش فيها كاع ما كانش عندي لان علاش ما قلت لك انا كنت كنجلس مع الوالد بحكم هو كان مسمع وبحكم قلت لك كان كينصح الناس وما كنتش ناوي في حياتي ما كانش عندي هادي راه الله راقب عليا ما كانش عندي ديك الفكره ديال انني نكمي ما كنحملش اللي كيكمي تصدقت غادي نبدا ندير قطع من 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 من, من, من الكميه المهم ما عليناش بدات البلية صافي جالسين انا والدراري بحال هكا بقينا كنشربوا الله يسمح لينا انا يعني بحكم الدراري في هذيك اللحظه بحال اللي عزلوني حتى كنا غادي نسكن لا كلهم راه قلت لك 27 واحد في ولاد الدوار اييه غيسكنوا كاملين مجموعين دايرين عشرات وانا غادي نسكن حدا واحد العشره بحكم هذاك البيت مقسوم على جوج نعم غادي نسكن انا في واحد البيت بوحدي والعشره الاخرى بوحدهم ولكن هذيك السلام بخير وضحك وكذا ولكن غير نضحك عليك كيضحكوا عليا ماشي كيضحكوا معايا نعم ولكن انا ما كيهمنيش انا اللي كيهمني هو حاضي على جيبي ما غنقولوش عطيني وغادي نصرف على قد حالي ومهم ما غنصيفط ما غن المهم كنتهلا في راسي هذا هو حسابي اللي داير انا واخا عاشر بوحدي واخا ما كيهمنيش نعم المهم ريحت كنشرب معاهم وكذا وهادي هما كيكتبوا ولد عمي واحد اخرين كيكتبوا الدراري اخرين كيكتبوا البريه صيفطوها للوالد نعم الور الجواب اللي غادي يصيفطوا لي هو مستغلين واحد النقطه راه غير هبيل هو راه مجنون راه كينوض يشدب ويعاود يولي راه كي راه كيردني ما نلقي فين نمشي راه ما نرجعش هذا ما كان المهم ما عليناش بدات الايام كتمشي هادي البريه خليتها انا في صاكيم ما قلت لهم ما قالوا لي ما كان صيفط لهم ما كيصيفط ما كي لان كان غير البريات ما جاوبتش صافي ما بقاوش كيصيفطوا لي شي بريه جلست تما وشنو قال لك هو في البريه قال لك صيفط الفلوس راه حنا شرينا تلفزيون ب 2000 درهم بلون نوار فيليب مازال عاقل عليها قال لك راه حنا شرينا التلفاز صيفط الفلوس انا شديت ديك البريه قريتها طويتها درتها في الصاك مع الحوايج خليتها تما لان علاش داني داك الميل ديالي ابليس نعاره الله صافي مشيت انا مع كان ديك الساعه بحكم
التدخين كيدخل ديال الجيري، الويل ديال هادشي كيهبط من الناظور ومن كذا، موجود رخيص. انا شحال باش كنا كنخدموا، حنا كنخدموا ب 624 ريال باش كنخدموا في لاصو ديال النهار كامل. نعم. 31 درهم و20 فرنك. نعم. هذا هو باش كنضلوا خدامين النهار كامل. ولكن بركان الله يعمر ليه الدار، كيكونوا دوك الناس صحاب البطاطا كي ملي كيقلعوا البطاطا صحاب الموقف كيوليو يدوزوا كيحرثوا ديك الارض، كتطلع ديك البطاطا اللي بقات في هذا كنجمعوها حنا في الخناجي، كتدخل البيت كتحط حداك شكاره ديال البطاطا راه ما تاكل. نعم. المهم عاوتاني البطيخ ملي كيخرف هكاك، المهم راك عارف كتنافيكي على راسك. نعم. كيكونش عندك عندك الخبز وسميتو هو اللي رسمي قول بلي الله يعفو على الجميع. امين. المهم دخلت انا في هذا الباب، بقيت غادي هكاك مع الايام، جات لوقيته ديال الجني ديال الليمون. دخلنا البركان انا وشي دراري ديك الساعه. وانت شحال كان عندك ديك الساعات في عمرك؟ تقريبا شي 17 عام بحال هكاك. هادي راه كنقول لك التسعينات، التسعينات اذا راه عندي انا من 73 ل 90 17 عام. 17 عام. هذيك التصويره دابا كان عندي شي تصاور تما في سقاد ملويه ومع السعيديه وكذا، ملي كنهزهم كنقول واش انا هذا؟ واش انا كنت كندير هذا الشيء؟ مهم ما عليناش، غادي يبغيو يطلعوا البركان باش يخدموا في الموقف، لان الموقف زايد شويه الثمن وغيبقاو نبقاو نخرجوا للفارم، ما بغاوش يديوني معاهم. غادي نركز على ديك النقطه ديال الوالده، لو كان كانت عندي ما دير لي بلاصتي في المجتمع. هنا ما عنديش ما، عندي واحد السيده بحال اللي كنطلبهم، بحال اللي حذرتهم من هذه الطريقه يعني. ولكن بطريقه اخرى. غادي ندخل معاهم وغادي نكريو في بركان ونبداو نخرجوا للموقف. هنا غتزاد عاود البليات كبار. غادي نبقى نتقدم، لان كلشي قدامي دابا المدينه كلشي موجود. كنخرج للموقف كنجيب كنخدموا، لان ديك الساعه كل نهار باش كنخرجوا كنخرجوا ب 100 درهم، كنخرجوا ب 80 درهم 90 درهم. هذا باش كنخرج. كنخرجوا كنخدموا، كتجي هذيك ما كتباتش. يوميا الكره دايره بحال هكا، اللي جابوا النهار كيديه الليل صافي عايش هكا. تعرضوا عليا مسائل اخرى، لان وليت كنريح في القهوه، وليت كنعرف الدراري، وليت كنعرف من جميع البلايص ديال المغرب. ولات كتعرض عليا نبيع ونشري في حوايج كذا، هادي انا داك الشيء ما، رغم ذلك كنت كاد حوايج كنت كنحتاط منهم، كنحصي راسي منهم باش ما ندخلش. رزقي نجي نخدم عليه ناكلو، ولكن باش ندخل نبيع حاجه شي حاجه الحرام ولا كذا ولا هادي. المهم كان شويه ديال الخوف، شويه ديال دائما دايره هو في جنبي، لان قلت كانت عندي شي حاجه معاه كتجبدني ما عرفتش ليه. دائما الوالد معايا عايش معايا، وانا بعيد عليه عايش معايا. ديما محضره معاك في دماغك، لان كنقول بالك لو كان ما كانش ما يكونش هذا الشيء. ما عليناش، دازت الايام صافي تفرقنا ديك الساعه، كل واحد فين مشى، شي مشى لدارهم، شي مشى كذا، شي مشى كذا. بقينا حنا ثلاثه الدراري، غادي يغلب علينا الكرا. تحركنا من تما، غنهبطوا انا وواحد الصديق، غادي نهبطوا انا وياه الفيديك. اللي هبطنا عاوتاني تبدل الروتين، بدينا كنخدموا تما في البني وكذا، وهادي قلب من هنا قلب من هنا. انا قلت لك كنت كنشير شي كنقلب. في ديك اللحظه من خدمت شي ايامات في البني، دبرت على راسي في كيك بلاد محترمه، ما كانش صراحه ماشي بحال دابا. دابا راه دخل داك البلا حتى هما عندهم هادشي ديال، وهاديك الوقت ما كانش قليل. ما الا بغيت تقلب على شي حاجه خصك تكون عارف البلاد، ما تبقاش. المهم انا دبرت على راسي مع واحد السيد كيخدم الزليج، هادشي داك الماكن ديال الزليج اللي كيخدموا الزليج البلديه هذا ديال السطوحه هذه. دبرت معاه، وليت كنمشي كنخدم لهم. في الاول هي كنخلط لهم البودراج، نخلط لهم البغلي، كنخدم نجبد الصنادق من الساريج، نسرجي لشي واحد كذا. هو كان كيخدم بيدو حتى الديور، يعني كيشد اللي كيبغي يشد شي دار ولا كذا كيديني هو وصاحبه، كنبدا نسربي عليهم.
انا قلت لك العقل ديالي خفيف. كان خدمت معاهم واحد الدار ولا جوج صافي، وليت كنعرف نبوزي معاهم. هذا دابا غير شويه الجهد ديال الدراع باش نجبد الرجله باش كذا، هذاك الشيء مازال، ولكن بوزاج نبوزي معاهم نحط وكذا، وهذاك الشيء غادي. انا كنحضي هذا الشيء زعما في جميع الحرايف اللي غادي، هي الكارو في فمي. يدي عامرين والكارو في فمي. ما عنديش كي غندير نجبدو بيدي باش اش غادي ندير. كان في يدي واحد السطل، غنهبط داك السطل، لان داك السطل كنت باغي نمدو لواحد عالي فوق الشافوت. غنهبط السطل عندي وغنطق داك الكارو فوق السطل، غنمدو داك الدري، قلت له غنزو، قلت له اسكت. دور وجهه شاف الوالد عارفو. هو لمح بان هذا هذا مادام دار هذا باه ولا فهمها. سلمت عليه بخير لاباس يعني الحمد لله كذا، استناني شويه بلا ما كملنا، خرجنا من الخدمه مشيت انا وياه. نفس المشكل قلت لك اللي ما فهمتش انا علاش كان كيدير هكا. جلس معايا واحد الساعه ولا وغادي يديني عند واحد السيد العائله ديالو ساكن تما في كيك. هذاك السيد كان عارض عليه. وتلاقى معاه واش ما نعرف، وقال له دوزو الدار. داني معاه لديك الدار. يقدر يكون هو اللي شافك ووصل له الخبر. لا 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 هذيك الدراري اللي كانوا كيمشيو ويجيو في الدوار، في الدوار هما اللي ولا الدوار هما اللي غادي يكونوا حتى يضار بيناتهم في مشيتي وداك. المهم اش غادي يقول لي؟ قال لي ما تبقاش ساكن تما في هذاك المحل مع هذاك الدري. وهذاك الدري سبحان الله العظيم الان ما كيكمي، ما هو الدري طرونكي الراجل بالمعنى الكلمه. هذاك السيد هذاك مسكين قال لي ما تبقاش ساكن تما، غادي تجي تسكن مع هاد الناس هنا في دارهم. هذاك السيد عنده الزوجه ديالو، عنده واحد بنيه صغيره، بحكم كان ساكنه معاه نسيبتو، تقريبا راه قدي ولا اكبر مني الله اعلم. هذا كنشوف انا هاد السيد هذا دابا انت مفروض عليك، غتولي مفروض عليك مجبر عليك تدخل مع الوقت الفلان الفلاني وما انت الله يرحم الوالد. دابا هذا بغا يدخلني عند هاد الناس وانا يا بدا وهادي. هاد السيد هذا فين بغا يحطني؟ بحكم ان فاش جيت انا لهذيك البلاد دابا كاين دوك الدراري اللي قدام تما وكذا كيعطيو واحد الاشارات على ديك السيده، اللهم اغفر لنا ولا. المهم هما كيطعنوا فيها في كرامتها. المهم انا ما شفتش، انا ما نكذبش عليك انا ما شفتش. غير هما كيقولوا. المهم فرض عليا هو باش غنسكن مع دوك الناس. والفم اللي يقول لا في الراه. تماما. المهم بديت كندير لي خاطرو تيمشي في حاله. جلس معانا واقيلا ذاك النهار الغد منه ركب زاد في حاله. هو كيتسنى واش نعطيه. انا ما نكذبش عليك حسبتها في السما جبت له 200 درهم. هاك ها مركوبك باش جيت وها باش مشيت وغايشيط لك باش تقهوى الله يعاون صافي. صافي لين قلت لك دخلات عندي ديك الفكره ديال رزقي ما تاكلوش هي. المهم عطيته ديك ال 200 درهم مشى في حاله. عشيه راني مريح انا وداك الدري صاحبي، هو يجي هذاك السيد اللي تعشينا عنده اللي هو من العائله. قال لي انا جمع حوايجك جمع حوايجك. عاود الله ينعس الشيطان، قلت لك جمع حوايجك باك وسطاني جمع حوايجك. اجمعنا الحويجات، جمعنا الصاك، جمعنا الفريش، بونجا وكاشارك عارف ديال التوفير. الوام هو دارهم تحت باطو، هزيت انا صاكي فوق ظهري مشينا للدار عنده بقيت ساكن معاه. دابا هنا راه ولا مفروض عليك تخوي ديك المدينه. وصل العيد الكبير قلت شنو هو، انا غندير لهم السبه نقول لهم ماشي نعيد في دارنا وغادي نخوي من هنا. باش ما يشدوا بيا. جيت غادي قلعت وصلت لبوعرفه، واحد الراس كيقول لي نهبط لوجده، قلت انا دابا ايامات العيد غنهبط لوجده غادي غنتكرفص وانا ما عارفش وجده. وحتى الدراري اللي غنتلاقى معاهم مثلا غنديباني معاهم كلشي غيكون راح العيد. العائله رانا قلت لك كاين داك المشكل ديال فلان ما يسواش. الو فاش عاد دخلتي في بليه كملت صافي عطيتيهم دابا اثبات. نعم. قلت انا نمشي نعيط في الدار. مشيت هبط عيط في الدار عادي. المهم كتبغي تحك جنبك.
كيسحب لهم بيت الجبد. اه قدر ما كان ما نجبد اه جلسوا تكمشوا. اها هذا الشيء اللي كاين. اه غادي يبدا هذا هو العيد الاول، هذا هو العيد الاول وغادي نزيدوا اعياد اعياد اخرى ما غناكلش اللحم ديال دارنا. اه غنعيد معاهم وما ناكلوش. ايه من دابا من هذا العيد هذا. اه مهم ما عليناش صافي. انا قيدك النقير وديك الهضره وديك الشوفه العوجه وكذا كان خوي. اه دابا هادشي اللي سابو علاش هادشي زعما يعني بالنسبه لك انت ديما كتستحضر في بالك ديك قضيه الجزري يخليه يطرج من تما مبقاش يجي. لا هذه هذيك بوحدها. دابا كاين مشكل اخر ديال ماشي راجل سيادك جابوا الفلوس انت ما درتيش انت كذا انت القدح راه دابا هذه هادشي للاسف اللي لبستيه انت في صغرك لبستي دائما انت ذاك الانسان اللي ما ماشي هو هذاك ما مقادش ما متزنش ما 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 هذا هو. هذا هو المشكل دابا اللي بزاف ديال والحمد لله اللي دابا ولينا كنسمعوا حتى من الدكاتره الله يجازيهم بخير. نعم حتى كيعطيو نصائح حتى في الامتحان ديال الولد. داك الولد الا سقط راه ما ماشي صافي قامت القيامه تماما. سقط داك الوليد وليدي يجيب الله. اييه ولا ما كان خير كاع في هذه الدراسه وليدي راه يجيب الله دوك يجيب لك الله واحد البليصه حتى انت وتعيش كايها الناس. نعم. والحياه هي هذه. نعم. وراه لها بدايه ونهايه. نعم انا لا ما كنلقاش داك الشيء كنلقى دائما داك داك المهم مشيتي كاع ودعتي والشواده وضربتي القنات والبلدان وداك الشيء وجاي زاوي في نظرهم ياك هذا هو. المهم واش غادي نقول لك ودائما ديك ولد فلان ولد فلان ولد فلان شوف ولد فلان شوف يعني ولد فلان. المهم ما عليناش ما كيشوفوش هما ولد فلان كيفاش كبر. أيه. وفين عاش وكيفاش. أيه. لا أيه. غير ولد فلان. غادي نعيد معاهم غادي نخرج غادي نعاود نجيبها في بركان. صافي جبتها في بركان جيت مع الوقت ديال لان كنت عطلت شويه في البلاد جبتها مع الوقيته ديال الجني ديال الفلفله وديال الخيار ومطيشه دخلت بعدا الجني ماشي مشكل الجني والخيط وداك الشيء ديال لاصير هذاك الشيء كنعرف ليه ماشي مشكل. دخلت معاهم ديبانيت معاهم واحد شويه ما عجبنيش هذا ربي هي ماشي ما عجبنيش وربي كيقول لي تحرك كاينه واحد بلاصه اخرى. ارفق اخر كان كيعيط. نعم طلعت لبني درار طلعت لبني درار لقيت واحد الشركه غادي تكون ديك الساعه البدايه ديالها كتخدم الطريق ديال لافياسيون والقربوز من الطريق ديال 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 حفير باديه من واحد البلاصه كيقولها القربوز حتى لافياسيون غتخدم هذيك المسافه ديك الشركه. طلبت الخدمه لهذاك الشاف قال لي مرحبا واخا كنت قولي ول بحال اللي حقرني مسكين. لا بحال اللي هذا عطاني واحد الشطابه واحد الفاس كان شطب داك جنب الطريطوار من التراب باش يدوزوا ليه. ضل كيدير ليا لونكيط وكيجي للقهوه وغادي جايب الطوموبيل ديالو وكذا كانت عنده ديك الساعه عاطين واحد بيجو وكذا المهم غادي جاي وكيحضيني ويسويبي لقاني غادي نية وحده غادي المهم خدمتي راني غادي كنديرها ما واقف ما كنجري. نعم هنا دابا غادي يدخل معايا هو لواحد الباب عشيه غيسولني هو. باش قلت لك انا دخلت الصداع صغير. نعم قال لي فلان قلت ليه نعم قال لي اودي راه انا كنتقدى كذا وراه كيحسبوا لي بكذا واش عارف كذا قلت له اودي لا راه بزاف الثمن اللي كيحسبوا لك راه يلاه كيدير قدا مثلا شرح لي اكثر. المهم هو كان كياخذ كان كيشري مثلا كاين شي كيشري طونسطيل ديال برا وكذا وهذه البيره كياخذها هما كانوا يحسبوها له بسته ونص سبعه. هي ما دايراش دايره اربعه دراهم اربعه ونص الى غلات. نعم قلت له ودي راه الثمن ديالها اللي دايره لان قلت لك صافي راه دخلت انا في اي وريته تقديت له بحكم هو كان ديك الساعه عاطينو لوطيل ديال في وجده كيبات وكاريل الشوافر وكذا كاريل لهم تما في بني دراهم. اللي غيلقى هذيك ديك النزاقه كانت عندي قلت لك كان عندي واحد القضيه سبحان الله العظيم. كنخدم بعقلي وبعيني دابا حتى الا عطاني غير نحط لي كون مثلا في الطريق. كنحطهم ست فين ما تلقاش ذاك واحد الكون خارج ولا اخر داخل. الدقه
دقه غير بالعين دابا انت كنمشي بعقلي كيعطيوني مثلا درابو ما عمرني داب لان كانت هذيك الطريق كانت غير طريق وحده وكانت جينا في ديك الوقيته ديال شهر 8 الحرب ديال السعيديه وراك عارف الطاكسيات وكان ديجا دازو الدراري في هذاك الدرابو كاين اللي تجبد عليه الموس كاين اللي والطاكسي ما كيبغيش يوقف نعم كتوقفوا كيقول كيخصو يزيد هو باش يعاود يسرجي من ليه نعم انا لا كانت عندي واحد سبحان الله العظيم هي اللي ما فهمتش واش الدرس مصطفى كنطلب من الله سبحانه وتعالى بغيت غير ديك البشاشه وديك الابتسامه اللي كانت عندي ترجع ما لقيتهاش نعم مشات انا والله ما معبس من قلبي من الداخل دابا الناس كيقولوا لي انت معبس نعم عقدوني انت معبس انا راه واهلي جداد عليا باش عبس نعم لان ديك الابتسامه وديك البشاشه ما بقاتش عندي انت كتشوف باللي مفصلين عليك الناس واحد الثوب ماشي ديالك الله يرحم الوالدين نعم اخويا انا ديك البشاشه وابتسامه وكذا كنت نتعامل معاهم كاين اللي كيمد لك مثلا كوكا كانايط كاين اللي مد لك قرعه كاين اللي مد لك كاسكروب كاين اللي مد لك لي باكونت هذه المهم في نفس الوقت داير خدمتي مثلا الدرابو وفي نفس الوقت كنحاب شويه راه الله حنا راه كنصلحوا لكم الطريق كل شيء ان شاء الله غادي يدوز على احسن ما يرام وصبروا معنا وكذا وهادي كنلعب الدور ديال انا هو مش شركه نعم المهم هذاك الديريكتور عجباتو ديك الباستياسيون باش كان كنتعامل مع سيدو الشاف عاوتاني نفس الشيء ولاو دخلوني للماكينه غادي نبقى نخدم معاهم في الماكينه وكذا عجباتهم المهم الخدمه ديالي قال لي هذاك الشاف ودي تمشي معانا للرباط قلت له ودي انا نكذب عليك بحكم هذوك الدراري اللي كانوا تما وداك الشيء ما كنعرفهمش ومفروقه اللغه لان ماشي احنا كنا مغاربه ولكن هذيك الوقت انا كنت صغير ما اي طبيعي مختلفين هذا كنتي تخوف زعما انه وكانوا دراري كانوا ولاد مثلا ولاد سلا كان ولاد الرباط كانوا ولاد المنطقة هما بعاد علينا صافي غندخل للرباط أنا غادي صافي غندخل الفلوس الصحيحة وغادي نمشي مع داك العيد صافي وليت خدام مع ديك الشركة فاش وصلنا يا ربي قبل ما نخدمو غادي نزيد واحد العقدة أخرى غادي وصلنا قالوا لنا ودي جات الشتا هادي في 93 كانت الشتا تبارك الله الخير ديال الشتا في الرباط وصلنا قالنا ودي دابا لان بحكم هذيك الماشينه لان هي ماشي باش نعطيك كاع الديتاي هي ماشي فينيشير هذه البرينينغ سميتها البرينينغ كانت هادو جوج شركات اللي كانوا مدخلين هذه الماكينه في المغرب نعم هذه كدير لا فينيسيون ديال النيلو كتخدم رقيق هي داك الشقيق ديال نعم المهم باش وصلنا قالنا ودي راه ما الشتا دابا راه ما غادي تخدموش كيبقاو هاد الدراري اللي هما نقولوا اقدميه غيبقاو كيتخلصوا وانتم ودي مشيت انا وهذاك الصديق ديالي بقينا كندورو هو كي هو بحكم كان جا شي وقيته للرباط وهادي منا المهم جلانا صدقنا بيتين خلا هالي ناس تكرفصنا وشتا وبيتين في الرباط وفين بيتين في شارع فرنسا فاكدال اييه بيتين لاصقين مع الحيوط اييه المهم شتا خيط بسماء ما بقى لا صباط ولا جاكيطا ولا تكرفصات غد منه قلت دير غنطلعوا لكازا مازال عندي واحد الامال زعما كنلمس واحد شويه الخير في التريكه ديالها في واحد في عائلتها هي قلت له يلا نمشيو غنمشيو عند خالي اللي هو خوها هي قلت له غنمشيو عند خالي وبالك هو راه قديم تما في كازا وكذا غيدبر علينا واخا نخدمو في شانطي ولا نخدمو المهم حنا راه دوز بارت وراه بحال فيلم مشينا نخدمو اي حرفه غادي نطلعوا مشينا لكازا دابا انا جايب لادريس ديال اختها اييه صافا باش كيقول لك الانسان كيفاش علاش تعقد انت وعلاش انت مريض وعلاش انت عطينا واحد لادريس غادي نعاودها لك راه من 93 راه باقي عاقل عليها دايره لينا فيها دايره لينا فيها فلانه جانكير مات جانكير بلا كاع من الامال اييه المهم صافي درب الامل وصافي حي محمد اييه لا ده
دابا جانكير ودرب الامل والحي المحمدي راه عطيتيني ثلاثه ديال الاتجاهات البلايص. درب الامل بوحده وجانكير بوحده والحي المحمدي حتى هو راه حي محمدي. جينا بقينا كندورو بحال دوك الهبال. ولكن كيفاش عطاتكم هي واش نتوما عيطتوا ليها قلتوا ليها ديرها مثلا ما كاين؟ لا هاد لادريس كانت عطاتها لهم في الدار عندنا وبحكم انا اللي قرينا اللي كتبتها. وبقات عندك راسخه لك في الدين ديالك وداك الشيء. كتبتها لهم وكتبت الدوبل انا عندي. اييه. لان راه دائما انا داير على العروب دائما انا داير على دائما فيزيتور انا دائما ديك فكره العروب عندي في الراس. بقات هذيك لادريس عندي ملي مشينا كنقلبوا 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 والو الطاكسي اللي نعطيوها له كيضحك علينا ويزيد كيقول لك اودي انتم راكم مقلوبين كتقولوا لي قمر على هذا بحال كتقول لكم قمروا على هذا البلايص واش هنا ولا هنا ولا هنا. قال لك اودي انتم هذا لادريس اللي عندكم اللي نعطيوها له قال لك اودي هذا لادريس كاين اللي كيهضر معنا الله يجازيهم بخير زعما كيفهم كيقول لك اودي هذا لادريس راه مقلوبه. هذا الرقم غنمشيو نقلبوا عليه في جانكير نلقاو نقلبوا عليه اللي نلقاو نقلبوا عليه اللي نلقاو ولكن واش غتخلطوا انتم لقيتوا هذا الرقم تعودوا تدقوا على الديور. المهم بقينا كندوروا المهم وصلنا للرون بوان ديال 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 الحي المحمدي اللي قدام القشله بالسبور. وصلنا لتمايا ويجي واحد الوليد مسكين الله يوفقه للخير واحد الشاب امين جاي مسكين من الجامع صلاة العصر. تلقى معنا انا زعما سولت قلت له خويا الله يجازيك بخير. سولت قال لي قول لي قلت له ودي هاد لادريس هادي عافاك واش تقدر تحللها. شاف لادريس دابا بحكم هو كيعرف السيده غير لقى الرقم ديال الدار. قال لي ودي الا كان هذا الرقم ديال الدار الا ما كتخونيش الذاكره انا هادي ولكن قال لي بلاتي واش هاد السيده صحراويه قلت له هي واش سميتها فلانتا قلت له هي هذيك هذيك بخير. قال لي وراه راجيو ندقوا دقينا ما لقيناهاش قال لي وديكم لدار بنتها في ديور الشهداء في الحزام الكبير. نعم غادي نمشيو عندها وتخيل دابا السي مصطفى معايا دابا انا تفارقت انا وياك في الصيف. اييه غندخلوا دابا راه حنا في لو ديبي ديال المشتى. اييه غندقوا على بنتها غتخرج لينا الام الكبيره ما نكذبش عليك كنقولها لا في وجهها انا ما كنحشمش منها واخا يعني انا كنقولها. نعم غتخرج لعندنا غادي تقول لي شكون انت واخا نديرو لا لا مراه كبيره واخا ما راكش كاع متعدي هذاك الكبر الكبر ولكن ولكن بلاتي ولكن هادي دابا هاد الام الكبيره واش هي اللي كنتو مشيتو كتقلبوا اي هي اللي مشيتو كنتو كتقلبوا عليها في الاول. اييه هي اللي كنقلبوا عليها دانا هاد الولد لعند الدار ديال بنتها. اييه وغادي تخرج هي اللي غادي تحل الباب. اييه قالت لي ولد من انت وشحال كان د الوقت باش ما تشوفتيش معاها؟ قلت لك راه في الصيف كانت عندنا هي وبناتها راه كيدوزوا الصيف عندنا كيهبطوا من الكار ما كيدوزوا الصيف عندنا. شكون انت؟ قالت لي ولد من انت؟ نعم شكون انت؟ وهي الاشاره هي اخت مرت الوالد ديالك. اخت مرت الوالد. هنا غادي نعطي واحد الاحتمال. قلت بالك تلفاتني بالك كذا بالك. قلت لها ودي ولد بالك ما طاحت لهاش الفكره انني نوصل لكازا بالك. قلت لها انا ولد فلان. اييه كان ولد فلان واقسم بالله العظيم الا هبطت عينيها الارض. هذاك الدري راه هذاك الصديق هو كاين حدايا والله العظيم الا ما نكذبش عليك. راه دخلنا للدار وكندور فيه كنقول له نوض صاحبي نمشيو في حالنا. المهم ما عليناش ما بغاش ينوض جلسنا جابت لنا الصينيه حطاتها خواتنا كاس لبسات جلابتها مشات بحالها لدارها. هذا ما كان خلاتنا في دار بنتها. اييه غتنوض بنتها غتجي الله يجازيها بخير الله يسخر لها في وليداتها بنتها هي الاخت اللي قلت لك اللي قالت لهم ديوها للسبيطار نهار اللي كنت محروق من رجلي. بنتها غادي تجي قالت لك اودي ما ديروش على الوالده وكذا لان صافي فاقت بيا بان صافي انا زيرتو صافي. اييه صافي انا راه قلت لك تزنقت صافي ما بقيتش حامل. وهذاك الدري صاحبي اللي كيضحك علاش لان هو كيسولو على مو كيسولو على باه كيسولو على قالت لي ودي ما دير في بالك والو كذا وراه دوك يجي خالي هذا خو خال البنت خو مرات
خوالي لان بنتها هي كتقول له خالي حتى خالها هذا هو كيجي خالي وغادي يجي وغادي يجي راجلي وكذا وضحكوا وفطوا مع راسكم مرحبا بكم والدار داركم وحنا راحنا غير عائله وكذا وهذه المهم الله يجازيها بخير عطاتنا البشاشه فحسينا جا الشينا جا فعلا هذاك السيد خوال مرات الوالد خرجنا الصباح في كانوا فوق ظهرنا صافي ما بقى فين غادي نجلسوا السيده راه دارت معنا الواجب صافي نهزوا هزينا حوايجنا جينا خارجين قلت لها ودا فلان حنا راه جينا كذا كذا هادي راه حسن والمهم كان كاري واحد البيت في حي مولاي رشيد وكذا بقى كيدير عليا يدي عليا ويجي في الخاوي وكذا وهادي وهادي المهم ما باغيكش قلت لها داك الدري علاش غادي دير انا نتكلوا على الله غنرجعوا للشركه وانا راه ما غنهضرش مع الشاف شونتي راه غندخل ديريكت للشاف دلوزين غنطلبو ان هذيك الشركه قلت لك كان عندها وزين راه بلا ما نذكرو المهم ملي رجعنا الدراري هذوك عاوتاني زاد اللي كاينين معنا في شانتي بحال الا ما قابليناش كاع نجيو قالوا تهنينا من هاد المناتي رجعنا المهم ريحنا الصباح جا داك الشاف دلوزين الله يجازيه بخير مشيت هضرت معاه قلت له ديك رجعت للرباط رجعنا للرباط قال لك لا ما تمشيش شكون قال لكم تمشي قلت له ودي راه الشاف راه قال لنا ما كاينه خدمه وكذا قال لي شكون قالها له ما كاينه خدمه الخدمه راه غادي تبدا راه غنصيفطوكم الاتجاه ديال الزفاطي من اللي كانت عندهم شي خدمه في الطريق اللي نعاودها قال لي غنصيفطوكم تما وبالخصوص انت راه غتمشي تما نيت راه في لو ديبي غتبقى حساس ومن بعد غادي تسرح الخدمه وترجع لخدمتك قلت له واخا الله يجازيك بخير فعلا داك الشيء اللي كان داونا تما ضربت واحد الشهر ولا قيله ولا فايت غير حساس انا وهذاك الولد بحال كيعجبوا لينا واحد النهار واحد الليل رحنا جالسين تما ايوا راك عارف هذا التقدم قريب هالهوبير قريب هالسوبر ايوا كل شيء موجود داك الشيء اييه مشيت مع داك الهيت وتلاقيت مع عالم اخر وناس اخرين دوزت فيها حتى ل 96 وانا في داك الهيت صافي ما راضيش على الوضع ديالي لان كنشوف انا ولد من المبادئ ديالي الاخلاق منين ولكن رغم ان المشكل ديال التربيه وديال الحوار وديال كذا ولكن دائما كنرجع للمبادئ لان علاش الوالد مسمع الجد اللي من الوالده انسان حامل كتاب الله نعم نظره الوالده اللي نتلاقى معها يقول الله يرحمها كذا هذه هاد الحوايج كياكلوا فيا ولكن انا صافي راه غرقوا رجليا في كي ندير نخرج كي ندير راسي كي بحكم هاد الشركه هادي راه ضربت معاها ما خليت معاها الشرف الصفر ما خليت معاها المهم القصر الكبير خربقت معاها المغرب صافي غاسوا رجلينا دابا كل البلاد كتدخل وكتلقى الهيت ديالها كتمشي مع داك الهيت المهم استغفر الله ونطلب الله سبحانه وتعالى يغفر لنا امين اخويا امين امين الور المهم هاد السنوات هادو كلهم راه كنجي كنعيد معاهم ولكن اش غادي نقول لك لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا ما كناكلش اللحم راه ما كناكلوش راه اللحم ديال راه العيد ديال دارنا راه ما كيهبطليش راه دائما غاز دائما ديك الشوفه العوجه دائما راك عارف الايامات العيد كيكون كيجيو الناس اللي كانوا غادي وكيجي هادو يقولوا مبروك العواشر هادو كذا هادو كذا هادو كذا كتشوف الناس راه كيتشوى اللحم قدامك وممكن يتمد لهذوك الضياف وانت زعما راه كليتي راك واكل صافي صافي كتخوي السيكتور صافي مابقاش جالس حداك صافي تعلمت انا حيد المهم ما عليناش الور في هذيك هذاك العام الزين هذا بقتين ما كان جي ديك السنوات كيقول لي الوالد واحد الكلمه اللي ما كانش كتدخل لي لبالي وما كايناش هذا شوف اش من شيخ ولا شي واحد اللي قال هذه الكلمه ولا مع واحد البيت كيقول لي يا وليدي بعد راه الغرب هو هدم وما هزم والصحب ما كاين تم لطيف لطيف على كلام شحال قدحي وشحال سلبي وشحال هذا هو ولا الناس حجر الطوب داين ديك الفكره ديال الغرب وهي اللي خلاتني غادي نتزوج من الغرب سبحان الله العظيم والله
الفكره ديال الغرب. الغرب راه يا ودي راه الغرب راه فيه الناس النبلاء، فيه أيه. الناس المشايخ تبارك الله قداش فيه الطريق اللي بغيتي، المسجد كاين وكل شيء كاين، كل شيء كاين. ماشي طريق راه كيتباع، هذا ما كاين الصالح والطالح كاين في كل بلاصه، يا في الشرق يا في الغرب. الله يرحم الوالدين. المهم فاش جيت انا يا ضير عليا كل عام كيعطيني هذه الهضره وكل كذا وهذه، هذاك العام الاخر يا ود سيدي مصطفى في سيدنا رمضان انا راني في الرباط في حي الرياض، في ماشي في حي الرياض، في النهضة واحد وراء التكوين المهني، واحد التكوين تما تما دايرين ديبو وراء داك التكوين. غيوصلني واحد الميساج اللي خلاني وقسم بالله رمضان كي كنحط الفطور عينيا ما كيبغيوش يريضوا من الدموع. طلقت عليا واحد الدعايه قالت لهم راه جبد عليا الموس. واش بينك وبين هيك انت ما كاينش معها كاع انت ولا؟ ودابا هذه هي يا سي مصطفى، دابا انا اللي ما بغيتش نفهم في هذه السيده، هذا الورث اللي خلى لي الوالد. هذا الورث اللي خلى لي الوالد الله يرحمه، ما بغيتش نفهم واش بيها زميتها وكذا وهذه وهذه. باش ندوزو رمضان. قلت له واخا هو عنده امه وما انا راه انا راه ما كيوصلنيش داك الشيء. هادشي اللي كاين. غير هو يجي مسكين من دارهم ونشركوا. ما انا راه الا ما شريتوش ما كناكلش، راه ما عمرهم صيفطوا لي كوليه. نعم. تتزوجت ولدت ولادي. نعم. عمرهم صيفطوا لي شي حاجه. المهم جا داك الدري مسكين قلت له نعم. قال لي راه عرفتي الدعايه اللي مطلوقه؟ قلت له اش من دعايه؟ راه مولفه، راه قلت له شحال من خطره خرجت من الدار بالليل مي ما كيكونش الوالد غير باش دير لي لي بيتيز، لان راه نقز لك شله ديال النقيطات ودا في سي مصطفى. لا ولكن ما كرهتش تقول لي شي موقف من المواقف اللي ما 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 قلتيهمش ليا، اللي كتبت اللي كتبت مثلا كيفاش هي كتحاول تصنع اي موقف باش تشري لك الصداع مع الوالد. مازال 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 راه راه شوف اسي مصطفى، دابا يلا وصلنا النصف عمري انا مازال ما وصلناش. نعم راه هذوك مازال النقاط اللي الله سبحانه وتعالى إلا كانت كديرهم بعقلها ومذكره إلا ما عندهاش شي مرض. راه 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 إلا كانت بعقلها راه ما عندهاش فين ترقد مع الله سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. باش نقول لك الصراحة لهالدرجة. راه أنا كنهضر معاك وهاد السيدة، هاد السيدة اللي هي الزوجة ديالي اللي هي بنت واحد الراجل الله يوليه برحمه الله راه مات الحديث الاول في سيدنا رمضان هذا العام في كازا. نعم الله يرحمه. واحد الانسان اللي الصوت ديالو ما تسمعوش، واحد الراجل اللي حامل كتاب الله، واحد الراجل اللي متقي الله، واحد الراجل اللي الصوت ديالو لدرجه ان الكاري عنده في داره كيسبوه ما كيهضرش معاه. نعم نعم كاري داره وكيمشي مسكين على رزقه وكيسبوا الكراي وما كيهضرش. نعم نعم هذا سيدي راه نعم ما عليناش. فاش جا داك الدري قال لي راه السيده راه تلقات بها يا راه قالت لك بان جبت عليها الموس وراه كلشي كيهضر هاد الهضره وراه كلشي كيقول وكلشي. بقاو العينين ديالي ما بغاوش يوقفوا من الدموع. كنت يوميا في رمضان كنبغي نفطر كتجيني هي قدامي كان صافي اشنو ولا وليت ما نكذبش عليك صافي غير كيتحط محطو الفطور كاس ديال اتاي كنبدي في الجولف. نغيب تغيب ما تبقى شايف ديك باش ما تفكرش داك الموقف باش ما تشوفش صاحبك ديك رمضان باش غندخل باش غندخل الحشاك الخمر ولا شي حاجه راه حرام مكروه ما كاينش ولكن صافي قلبتها كاين حوايج اخرين مخدرات ايوا صافي صافي خصني نغيب ما عرفتش المهم ما عليناش. دوزت هذوك الايام غنتحولوا من تما لحي الرياض، جيت سكا كان واحد التوراج تما والله ما المهم كنا كنخدموا واحد دوك لي تيران ديال 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 التينيس ديال اللي كاينين تما كنا كنخدموا لهم ديك السباغه ديك بروبيزا كنديروا ديك الكولور الاحمر الخضر كذا كذا الى اخره. نعم هنا فاش غادي نولي نستوعب بان ماشي غير انا اللي في الدنيا واقع لي هكا. غادي يجي واحد غادي يجيني واحد الصديق اللي ما نكذبش عليك لو كان
هو ولد الخميساتي، الا كان كيسمع فيا راني باقي في الحياه ويقدر ياخذ من عندكم الرقم. مرحبا. وراه على الراس بالرحب يجيني مرحبا به. اه هذا الاخ هذا كان في الميليتير. اه وكان في الصحراء وقع له مشكل. اه وقع له مشكل وخرجوه من العسكر. اه وعنده الزوجه وعنده وليد وبنيه. آه. الوليد تكون عنده ديك الخمس سنين ست سنين. آه. والبنيه عندها ديك العامين بحال هكاك. نازلين ساكن حويجاتهم في سليلات. لانه هو ملي كان كيجيب الدوبل سولدو كيجيب المرسيدس ويجي حتى الفمدور راه كان عنده همه وشان. كتستقبلوا الام ديالو وكتستقبلوا نسيبتو هادشي راه بالفم ديالو هو بالفم ديال الزوجه ديالو. اييه ان راه غيجيوني وكان رمضان هذاك العام غيجيو مع جواج جوج ديال النهار لقاونا كملنا خدمه جينا رحنا متكين يلا بينا نعسو. المهم بحكم انا تما فاش كنت ديك السنوات اللي كنت في الرباط. نعم. خدمت بزاف راك عارف خدمت لداخل خدمنا لداخل في وسط القصار خدمنا في لاجيت خدمنا في الاماكن اللي كنت كندخل لهم اللي كنا كنخدموا فيهم. المهم طحت عليه واحد الفكره قلت له ودي انا غنوريك الشريفه للمريم وشوف دفع الوريقات ديالك كذا بلا كيكون شي فراغ لك هذا بلاك. المهم درت كنعطيه كنعاونو كنفس عليه واخا انا المصالح الاجتماعيه ديالهم وداك الشيء زعما ممكن. المهم ما عليناش تعشينا نعسنا الصباح بحكم انا الخدمه اللي كانت عندي معاهم قلت لك انا حتى بالنسبه لهذوك اللي تيران باش كنخدموا هذيك الصباغه وهذاك الشيء ماشي خدمتي. انا كنت كنخدم معاهم واحد الماشين ديال الزفت. ممكن ديفي معليش جا شاف الصباح شاف السيد شاف السيده كذا عارفني انا قلت لك انا دخلت راه هو عارفني بديت انا وياه في هذاك الباب. هضر معايا قلت له ودي لا 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 راه ما تمشيش لذاك الاتجاه راه هذا السيد راه شنو 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 راه ما كاينش شي حاجه قبيحه ولا جاي نبيت عندنا ولا جايب شي وحده راه مراته راه ظروفها كيفاش. لانه هو عارفني راه دائما القيطون كيلقى عامر. اييه هضر الواقع الله يهديه. وعارف ولكن عارفني خاطيني صداع خاطيني مشاكل خاطيني. اييه قلت له ودي فوالا هذا السيد ها شنو شنو راه اليوم الى سمحتي الله يجازيك بخير انا راه بحكم راه كان طوران وهادي والقهاوي والحانات وعرفوني على بزاف ديال الناس. غنطلع هاد السيد لتمارة غنلمس من واحد السيد اللي هو كان في الخرجه ديال تمارة على الطريق اللي كدي تمارة اللي كندوز القنطرة ديال الصخيرات ديك اللي فيها الكابل. اييه انا عندي واحد السيد تما الله يجازيه بخير واحد الحاج والله يكثر خيره ويكثر من مثاله في المغرب. غنطي الى هو هاد السيد هذا نطلبوا بالك يشد هذا السيد بعدا يوجه الله وهاد الوليدات هذه يخدموا في اي ولان السيد مستعد يخدم في اي حاجه. مهم باغي لان علاش الظروف ديالو هو اللي حكى لي. انه لدرجات انا اللي ما بغاتش تفهم لي في المجتمع الله يهدي الامه ترجع للسنه راه كل شيء فاني وكل شيء فايت. لا الله الام ديال الزوجه ديالو غتقول لي واحد الكلمه اللي بقات كتحفر فيا وخلاتني انا ننسى همي. قالت لها اعطيه ولادو وروحي تخدمي على راسك. اعطيه ولادو وروحي تخدمي على راسك. لدرجه ان هذيك الاخت حنا غاديين في الطريق بحكم انا صغر وشويه طيش وهذه غنطرح هذا السؤال زعما شنو من خدمه عندكم تما نتوما. اييه على حسب اللي كيحكيو لي حتى هما راه غير عروبيه دواور. خارجين على الخميسات كتبت زعما اش بغيتي تخدمي. قلت لي اخويا واش غادي نقول لك لا اله الا الله راه هذيك الكلمه اللي قالت لي. راه قالت لي خرجي مع الفلاحه وقالت لي واحد الكلمه ما نقدرش نقولها لك صافي فهمتها. الله 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 قلت واحد اش غادير الله يجازيك بخير. الله يجازيك بخير اذا قديتي عضي بسنانك في هذا الراجل وهاد الوليدات. الله الله ايه الله الله قالت لي مرحبا خويا حنا شفنا غير شي ميضع نستقروا فيه. قالت لي انا راه واخا يقطعني راه ما بقاش عندي فين نولي الوالديه وهو ما عنده فين يولي الوالديه. وليديه الله الله حكم هو عاوتاني هو راه عنده الاخ ديالو
كادر تبارك الله، والام ديالو مشات مع خوه لحتو كاع وما بغات تعطيش حتى الدار ديال ولادها. دابا حيت دابا حتى هو ربما غالبا القاسم المشترك بينك وبينه بصح انتم مختلفين لانه انت ما عندكش محيط العائله كبير فيه فيه الام، ولكن هو عنده هو كل شيء غير انما عنده المقارنه تا هو، شوف فلان شوف فرتلان دابا هو تا هو في نظرهم بانه راه واحد الانسان فاشل وقع عليه المشكل ما صلاحش ما هذا، الاخرى هي اللي جلاتو على الطريق. المهم بزاف ديال التاويل كطرف بحال هذا. لا هو بحكم مسكين انا ناقشت مع سيدي مصطفى ما نقاطعكش. مرحبا. انا ناقشت معاه قلت له زعما واش هاد السيده كنت عازل لها ولا قال كانت مع الوالده؟ اييه قال لك راه مع الوالده من نهار ديتها وهي مع الوالده وهازه الوالده ما مخليه لهاش، ولكن قال لك المشكل الواحد هو ان فاش وقع لي انا المشكل مني طاح هو في الحدود ديال موريتانيا وقع لي المشكل وهذاك السيد شوف شنو بيناتهم بلا ما ندخلوا في دوك التفاصيل خربق عليه اوراقو وسبقوا جراو عليه بحكم السيد ما كيكميش باش نقولوا دخل شي بليا ولا كدا ما خطيه. المهم وقع له المهم حيدو ما عرفتش ماشي اللي حكى لي هو. قلت له المهم وشنو وقع؟ قال لك الوالده ما قبلتني صافي. حيت ما بقاو عنده فلوس ما بقى دوبل سولد ما بقى حتى حاجه. النسيبه قال لك اللي كنت كنصيفط لها الطاكسي تجيبها من فم الدار لعندنا للدار وتردها كرون طاكسي بوحدها اجريمون للدار ولا نجي انا قال لك نجيب اجريمون بوحدي كورسا نجيبها من الدار قال لك ما بقاتش الفلوس صافي خرج من الدار. وصلتو لقينا ذاك الشاف ما بغيتش نهضر مع الشاف قلت له واش كاين الحاج هنايا قال لي ودي واحد شويه عادي يجي بقيت كنتسناه جا الحاج لقاني فم الباب الناس جالسين بعاد انا شحال عندك تقريبا ديك الساعات شي 20 عام شي 21 عام لا شكون هذه اللي كنعاود لك انا دابا هذا الموقف هذا ديال 94 ل 95 باش نهبطوا للطرود باش كندوزو تما اللوزين ديال لوبيا وشركه الدكواله ديال الحاجوس وكذا هذاك التراجي هذا كنت كنضربو انا الجوج د الليل وحده د الليل وما كنخافش 94 95 94 95 نقولوا تقريبا شي كانت عندك تقريبا شي 21 22 عام كاع هكاك 21 22 نوار اييه. المهم ديتو عند هذاك الحاج الله يجازيه بخير هضرت معاه ولا الله يرحمه لان كان راجل كبير هضرت معاه حكيت له لافير ديال السيد كذا قال لي فوالا كنهضروا الواقع كان ديك الساعه الرباط مازال اليد العامله شويه ناقصه لان بالنسبه للمانوفري كان كيخدم ب 3000 ب 35 درهم في البلي. المهم قال لك اودي احنا ماشي مشكل راه عندنا الفريكو ديال الخضره هنايا وكذا وهادي والفيرما وكذا المهم يكون غير راجل اللي يخدم على راسه. المهم دار لي واحد الثمن رمزي السيد قبل قال لك اودي انا واخا نعيش بالشوربه. ناكلها الصباح والعشية وما يهمنيش المهم انا غير وليداتي. دخل السيد تما بقات ديك الحمد لله توفق وعجبو عجب السياد وخدم معاه بقات بيناتهم العلاقة بحكم انا كنخرج للشوانط برا صافي ملي كندخل تما راه كنمشي نسول فيه ملي كنكون بعيد راك بعيد راني بعيد من 95 اواخر ال 95 غادي يبدلوا لي انا لامبوش في ديك الشركه يحولوني لان البطرون قلت كانت عنده شحال من شركه حولوني لشركه اخرى اييه الو كيحولوني لشركه اخرى صافي غادي نتشلى لان صافي دخلت للشركه الكبيره اللي هي كتشد الطرقان لان الاخرى كانت عندها لا فابريكاسيون وعندها الطرقان ولكن غيلوحوني للاخرى اللي غير مختصه غير بالطرقان هذيك كتخرج للطرقان الكبار صافي بديت كنبعد انايا صافي تقطعات ديك لان ما كان ديك الساعه ما كانش البورتابل ما كانش صافي بعدت بديت كان مده المهم ما شفتوش من هذيك قول من الاواخر ديال 95 بحال هكاك صافي طمأنيت عليه راه تما علاش
درت هذا النداء سي مصطفى. نعم نعم مازال كان مازال كيعيش معايا في عقلي دوك المواقف اللي طراو لي طراو لي داك البنت وداك البنيه. المهم عليناش بقيت انا خدام وهذا الشيء. والوليد في وسط هذا الشيء كله داك تجي تزورهم تتلقى الناصر كما العاده كيفاش كتكون كيما العاده كيما العاده ما كيما العاده كيما العاده ما كاينش ما كتبدل حتى حاجه غير من اللي كتجي كي قالت الزوجه عندي بعد الله يذكرها بخير نوصلوا الموقع ديالها هي قالت لها قالت لها انتم من اللي كتبعدوا كتبقاو تصايحوا من اللي كتقاربوا كتبقاو تناطحوا. هذا مثل شعبي معروف كمثل مثل شعبي معروف هذا هي هذه الزوجه لان راه غتحط الزوجه في واحد الموقف اللي هي غتقول لها هذه الكلمه هذه. نعم نعم وين ما عليناش الور فاش انا صرت بديت كنبعد ما بقيتش شفت هذاك الاخ. دازت ايام وجات ايام واحد العيد كبير حرقت وما جيتش ديال 95 صافي صافي مشيت كنت انا مع العيد الطريق ديالك وداك الشيء صافي ما كانش فين غترجع ما كانش فين اييه ولكن كاين واحد الحاجه كتجبدني دائما الوالد صافي وليت الوالد وليت مع هذيك ديك الدعايه اللي كانت طلقات وشلا دعايات وكذا وهذه كانت هذيك هي السبب اللي كيبدا يخليك تبدا تعطي اتساع كل ما فكرتي تمشي تشوف الوالد تتفكر هذيك تترجع للور فوالا والموس موسى 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 السي مصطفى راه واحد راه هذه دابا راه ما بقاش ديك هالجريه اللي سمعت بوك لا لا الموس دابا راه ما بقاش ديك جري عليه لا هذا راه الحبس ولا كبرات هذه هي هذا راه الحبس هاد السيده راه هاد السيده راه راني جايك الهضره راه وصلات واحد الوقت كتقول لي كتقول لي قدامي والوالد كتقول له راه قال لي كنعرف واخا تقيسيني في كرامتي انا راجل اللي بغاني انا راه راجل اللي ما بغانيش انا راه راجل. نعم المهم ما عليناش ما مشيتش هذاك العيد حركته عيد تما لو 11 جانفي 96 كانت رمضان ليلة 27 نعم ما نكذبش عليك صليت في جامع بدر في الرباط ودخل الإمام في واحد الحزب وتأثرت مزيان تأثرت مزيان وكثر مني كيوصل ديك ولا تقول لهم أوفين ولا تنهرهما سورة الإسراء الحزب 30 صافي ما نكذبش عليك. نعم انا بقيت كنقول واخا كاع يكون اللي بغاو يكون هاد السيده كاع تصيفطني للحبس المهم با ما نقطعش معها صله الرحم. نعم باي كان كاع ما نقطعش معها صله الرحم. نعم الا انا عندي شي حاجه كتجبدني من الداخل راه با. نعم وهي دير اللي بغات تقول اللي بغات رغم ان كاين شي حوايج راه كنت كنمشي كنشوف ولدها لابس ولدها راه كبر ديك الساعه علينا وزيد 82 كيشوف فيه كيقرا بالسبرديله ديال الجلد بالشاكيطه وكذا وكتفرض على الوالد ويشري له هذا الشيء اللي ما حنا ممكن ما كبرناش به وما كناش كنلبسو كنعرفو. المهم الفراش كي داير فراشيه تخدمات نسجها بيدها جديده تفرشها لولدها انا كنجي غير نجلس فوق منها علاش قلت لك شي مواقف ما كنقزهم جبدت الفراشيه من تحت مني جديده قلعتها ليا قالت لي ماشي ديال باك الوالد جالس والوالد جالس جالس معانا وجبدتها من تحت مني قالت لي ماشي ديال باك زعما راه هي اللي صوبتها راه نسجتيها في دار باك ما جبتيهاش من دار باك راه نسجتيها في دار باك المهم ما عليناش المهم لو 11 جونفي قلت انا كانت 27 قلت صافي هذا العيد الصغير هذا حركت العيد الكبير وحركت اعياد سيد الميلود حركت انا هاد العيد هذا ضروري نمشي نعيد مع الوالد. هبطت نعيد معاه عيد بدات النصائح اللي كيما قلت لك الغرب 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 واش نقدروا نقولوا باللي هو كان كيعطيك هاد النصائح فقط باش تبقى قريب تبدا تجي تخدم وتجيب ليه بدا
دابا للزوج دابا هو باغي يشوف منك تعطيه وفي نفس الوقت ما قادرش يبعد عليك ولا تبعد عليه، لان قلت لك انا راه ولدني فاش زدت عنده انا راه دوز ستة العيالات وكان عنده مشكل ديال الانجاب ما كانش عنده، كان عنده مشكل ديال الانجاب فجاب الوالده وولدات له لانه هو كان كيقول لي هذه الهضره، كان كيقولها لي بواحد الطريقه، كيقول لي ولدي انا راه ما خليت لا وليا ولا صلاح باش يعطيني باش يعطيني يعطيك يعطيك لي يا ربي. نعم راه فاش جيتي عندي وسميتك راه رشيد، نعم راه سميتك بواحد الشوق وبواحد الشوق وبواحد كذا علاش قلت لك انا ما كنبغيش رغم ان العنف ورغم كذا ورغم هذه ما قلدتوش انا بشي حوايج انا هو في اخر فاش غادي يموت غادي يقول للزوجه راني ما قدرتش نقول لولدي قولي له بنتي راه الاولاد كيطلبوا المسامحه من الوالدين انا راه كنطلبها من ولدي. لا حول ولا قوه الا بالله. صافي قلت لك راه بزاف ما غادي نزيدوا نقاط. نعم نعم مهم ما عليناش. هبطت عيطت معهم قال لي ولدي ما ترجعش للغرب قال لي شوف انا كنعرف يعني كنشوف بعينيا كسي ما نكذبش عليك كنت كنتهلا في راسي كان ديك الساعه البوتيو كنسروا الطيفات ثوب جاكيطات بيلوطات كذا المهم كنلبس مزيان كان عندي كوافور خاص في الرباط ما كنحسنش انا تندخل للرباط كان عندي كوافور خاص في باب الحد ملي ندخلوا للملاح كان هذاك كان كيدير تحسينه ميليتير يا تحسينه ديالي انا ما عمرني بدلت تحسينه ديالي ديما تحسينه ميليتير كنجي عنده ديك تحسينه ميليتير مع الحطه راه كاين القهوه قلت اللي كانوا فيها هاوي كيكونوا هكا مطرفين سميتو راه كندخل بنادم كيدير لك النظره هذا نعم لان هذيك الساعه بدات القلده كتزيان شويه مع الماكله ومهلي في راسي وكذا والوين نيت ديال الصحراء المهم راك عارف المهم ما عندناش جيت عيطت قال لي ما غترجعش للغرب ايوا قال لي شوف ترزق الله في الشرق كما راهم الناس كيترزقوا الله والغرب بعد ولدي منه وديما ذاك البيت ذاك البيت الشعري مهم ما عليناش عطاني شي امانه غنديها لواحد السيده اول خطره في حياتي راه هو في دار الحق وانا في دار الباطل اول خطره غادي يعطيني الوالد 100 درهم اول اخير يعطيني 100 درهم عندي ماشي ما عندي ولكن هو بحال اللي زعما خلص دوك الكليات اللي ديال ديك السيده انا نقول له لا ويقول لي شد انا كان واحد عمي كان ديك الساعه في بركان لقيت اللي لان نقص هذه النقطه لقيت اللي درت الديبار انا من بنيدرا كنت عطيتو شي 2000 درهم كان شدها عليا هو كان قال لي لا جمع شي فلوس اراه عطيتو ديك ال 2000 درهم بقات عنده هي غادي عاد تجي الوقت فين غادي من 93 عاد غادي نتلاقى معاه انا قلت دابا منين قال لي الوالد هكا ارانا غنضرب دوره ندي هذه الامانه للسيده الوجده ونشوف خويا لان ديك الساعه راه خرج كيخدم حتى هو في وجده قلت نشوفو ونمشي لعمي نشد عليه ديك الامانه وندير الشمال ولا نبدل المهم الاتجاه لعل وعسى نخرج حتى انا من هذا الشيء اللي لان هذا الشيء انا ما راضيش به ما كنديروش في الدوار انا ملي كنجي لعندهم هذا الشيء راه ما تشوفوش عليا غير كون على يقين شي واحد عمره شاف دور ان انا كنتلاوح ولا كذا ولا جامي هذيك حتى كنركب في الكار نخرج برا ديك لان ما كنطولش انا كنجلس خمس ايام ست ايام وكنزيد حالي المهم ما عليناش هذاك العيد يا ربي علاش غادي يدير معايا هو هكا جيت نعيد معاهم الوالد كان جايب يمكن شي لحام ولا ما عرفتش ولا كانوا ذابحين موزعين ولا ما نعرف المهم جيت ريحت حداه هو يقول قال لخويا قول لها تشعل المجمر هي ان خويا غادي يمشي قبل مني هو غادي غير يسبقني كان تما في الدار هو قالت له اللي مشى لعندها الكوزينه عمرات له راسو نتقوى
الوالد زعما راه بدا صافي بدا لانه هو راه ديك الوقيته سن المراهقه وبدا يكون راسو ورا الدار وكذا قال لي ما حنا راه عندنا دايرين للضيافه انا ضيش على الراس ولا بغا ياكل هذه راه يلاه وصل ثاني هي رجلي اييه هذه راه يلاه واصل ساعه ولا ما كاملاش انا بحكم اللغه صافي ولات غربيه صافي اللسان ديالي انا كيدور بزاف لان انا اي بلاد كنمشي لها كتاخذ منها شويه شويه اللي جا هو اللي جا هو هذاك صافي اللغه ولات غربيه صافي بحكم معاشره مع الدراري ولاد قلعه صراغنا مع ولاد العطاويه جديده ولاد فراج معاش هادو هما الحشران ديالي لان شوافر وانا كنت تابع عندي ديك الماشين ديال الزفت كذا المهم مشى اللسان المهم ما عليناش فاش قال له هو هكاك قلت له واش غتبلع هذاك الكامبو ولا لا بحال هكا يا واتنوض لا خيتي تجدب كيهز الوالد داك الطاك كيما جيت به لاحف الزنقه جا واحد عمي هضر معاه كدا مهم ديك الليله دوزتها انا مازال عاقل عند عمي الغد منه حلف لي تترجع للدار بيت عساس علي انا بيت حاضين انا نخرج في الليل انا نمشي بيت عساس علي راس البال لا نحل الباب عمك المهم الصباح عمي صباح رد من الدار جلس نهار الجوج نهار الثالث قلت له صافي غادي نمشي انا كنت دائما كنطلب هذه من الوالد من كنبغي نمشي ولا الا لقيت على انفراد كنقول له ودي طلقني بخاطرك صافي نمشي بحالي طلقني بخاطرك خليني نمشي صافي ما قال لي واش بغيت تمشي قلت له بغيت تمشي قال لي ولا بغيت تمشي غادي دير الشرق وغتدي هذه الامانه لديك السيده مسكينه الله يرحمها على سبيل الله وشوف خوك وشوف الى بان لك شي ما يدار وكذا وهذه تما احسن لك وهذه واخا سيدي هزيت انا هذيك الامانه مشيت ديتها لديك السيده دزت عند خويا بيت عندهم هذيك الليله عند خويا هذا خوك شقيق كل من خوك من باك لا شقيقي بيت عند لان يعني احنا غير جوج اللي خلات الوالده الاخرى ولدات معنا جوج وكي كانت هاد خوك شقيق كيفاش كانت هو علاقته بمرت باك والوالد لا 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 لا, 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 لا. الان باقي بروفيتور الان الا بان له المرق من جهتي راه معايا ما بانلوش المرق لا جاي كنقات واحد شويه هو بحال اللي هو ما مفتحش وما مفتحش ذاك التفتح ديال لانه هو حتى بالنسبه لانه كنت كنتبعو كنسول حتى بالنسبه للمراهقه وكذا وهذه ما مدوش هو ذاك كيصر ذاك كيعاون يرشهم بداك شويه كذا المهم كيدير له داكشي اللي بغات لا هو كيعاون الوالد ومساعد وتابعها في رايها داكشي اللي تابعها في الراي ديالها وكيبنترها كيبنترها صراحه انا ما نكذبش عليك انا مع كبرت انا وياها في هذاك صافي خارجه من 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 خارجه من انت خارجه هي خارجه من خاطرك وانت خارج من خاطرها صافي ما نكذبوش علاش غنبقاو نوفقوا هذا ما كان صراحه ما عنديش معاها منين كنجلس مع راسي كنبقى نفكر راه الباطل الاحمر السيده راه كتمنى لي كاين شي دعاوي عندها راه ملي كتبدا الله يعطيك السيده الله يعطيك الحبس الله يعطيك السبيطار الحماق الله يدير لك الله يفعل لك ولات هي هادشي عايشه فيه ومازال ما بغاتش تحمد الله هادشي راه عايشه فيه هي وما بغاتش تحمد الله المهم ما عليناش هبطت المهم بت ديك الليله عند خويا الغد منه الدراري كان مع ولاد عمي وكذا بقينا كنضحكوا قال كسكسو ما كسكسو قلت لهم الا غير كسكسو دبروا الفواره ندير لكم كسكسو اييه مشيت خرجت ديك السويقات قديت المسائل الفيتات خيزويا كذا الكورجيت كذا هادي جينا درت لهم الطعام جاو الدراري تغدينا ضحكنا لعبنا العشيه تعشات ما بقاش ليا فين نهبط انا البركه اللي عند عمي ونعاود نرجع بزاف حتى ما نجي بالليل خليتها الغد منه الصباح الغد منه الصباح مع الخبزه كيصبح عمي عند ولادو لان ولادو كانوا هذاك العام بغا يديروا العرس قال لهم شكون هذا اللي ناعس
قال فلان رشيد وهي انوض نوض قال له وليدي احنا باغيين نديروا العرس لولاد عمك في هذا العيد نوض تخدم على راسك باش الا بغيت تجي تحضر العرس وراه ما خص ماشي العرس خصو ايفيتيني لان قلت انا راه واحد الانسان اللي مش ام نوض تهز يدك الصاك ديالي كان عندي واحد لا مني قال لك ديك داك الشيء لا ما انا ما بقيتيش سولتي فيها لا هذاك عمي الاخر هذا عمك الاخر هذاك واحد عمي اخر هذاك عمي اخر هذاك حتى هو كان وقع المشكل ما كيجيش للبلاد ولا ما كيجيش المهم ما عليناش هزيت داك الصاك كنشوف فيه غير الضباب حاجه صافي تصافقتو باش ديرو الله يعاون المهم ماشي مشكل نط هزيت ديك عاون المهم ماشي مشكل نط هزيت ديك الفاليزه كنهود عند هذاك عمي مشيت عنده بحكم وكان عطيه واحد التليفون ديال واحد مول الحانوت هذا اللي في عمك اللي في بني درار اللي عنده الامانه اللي في بركان اللي في بركان هو الامانه كان شد عليا بني درار لانه هو غير كان طلع لعندي ايه المهم مشيت عنده السلام عليكم السلام لاباس بخير هاني الحمد لله تلاقينا في القهوه ريحنا اش غايقول لي تا هو الله يعطيه الصحه جبد لي الامانه قال لي واش تمشي معايا انا هو ساكن في واحد الكراج واش تمشي معايا للكراج اي باش نخرج من من من, من داك الجو ديال الانطواء والوحده وداك الشيء انت دابا في عيني دابا انت من انت اللي تيبان دابا انت قدام الناس راك كتبان بخير ولكن ملي كتنعاز بوحدك اييه ولكن ملي كتنعاز بوحدك ديك التقصيحه مقصح من الداخل كما كنقولوا اقسم بالله دابا لو كان تجي تجلس معايا دوره دابا الدرس مصطفى هنايا ندورك في الدوار وتقول لهم هذاك السيد راه كان سالو واحد المليون يقول لك هذا الحرام هذا تقول لهم راه تقول لهم راه جا طلبني على واحد 100 درهم وعلى مخصوص راه عنده فلس ودايره وفعل وتعرف اييه ولكن لا يوقف لا علينا ولا عليكم ولا على شي مسلم عار امين الحمد لله الله سبحانه وتعالى كريم سبحانه كبير كان قصدوا الباب ديالو وما كيرضناش خايبين لا اله الا هو الحمد لله والله الا كان عايش بعض الخطرات راه هذا العام دابا حاليا فاش كنهضر معك راه من الخميس الاول ديال لان كانت الزوجه باها مرض في الفطار ومشات عنده باش لان صيفطها قلت لها سيري شوفي الوالد ديالك ومشات شافته وفي الخميس جات النهار اللي قبل رمضان الاربعاء وتوفى هو الخميس وعاود صيفطها عاوتاني باش تحضر الوفاه من هذاك النهار انا ما دخلتش فيها درهم نعم الله يطرح لك في العبر ديالك البركه سي رشيد والحمد لله قلت لك والله الا كندخل للدار ونخرج بلا درهم بلا نص وكان بان انا عندي ما شاء الله ولكن عندي فضل مولانا عندي فضل سيدي ربي لا اله الا هو عندي الفضل ديال الله سبحانه وتعالى ونحمده ونشكره الحمد لله يا الله بديت هذه يومين راني داي ولدي مسكين اللي كيقرا في الباك واخا ديا بيتيك وكذا دايو معايا كيعاونني لان مازال ما عندوش مازال ما يدوزوش وطني دايو معايا كيعاونني وكنقضيو ونعيش وليداتي الحمد لله في البسط والضحك عندنا ولا ما عندناش والله ولي الحمد اختصرت تماما المهم ما عليناش كي قال لي هو هذيك الهضره قلت له لا صافي الله يهنيك عمي صافي زير عليا قال لي لا وكدا والغرب وكدا نفس الفكره لقيت عنده اييه داك الشيء اللي كيقولوا هذا انا قالوا قلت له المهم باختصار اشنو غادي اش بغيتني ندير قال لك تجي تسكن معايا وتخدم ودير وتفعل وترك وتصنع قلت له واخا سيدي نمشي نشوف هذه الخدمه هذه ثاني اول خطره المهم اول خطره اللي غندخل لواحد الشانطي اللي فيه البنايه بزاف واحد المسجد كان كيتبنى انا ما مولفش قلت لك نافيغي على راسي منا ومنا ولكن شوانط هكا ديال بني وكذا ديال سميتو ما خاطيني دخلت لقيت هذوك المعلمين شادين لاطاش على ذاك المقاول اللي شاد هذاك المسجد واش غادي نقول لكم عا زحمهم العيد الكبير والله العظيم الا كتخلط له العجنين الا بالباله كيخبط في الحيط باش يدري شي ماشي الباله كيجبد
كتخلط من العجنات وجدا جوج دقائق اربعه المعلمين كنسربيو عليهم جوج حنجه الخدامه. نعم ما كتجي بين تخلط هاد العجنين كتلقاها تكلت على اخرى عاود المهم مع دوك المعلمين لا حول. المهم دوزت معاهم هذوك الايام ديال الكشفه. وصل العيد الكبير قال لي عمي والو تمشي للتعيد في البلاد دوزني للحانوت خديت واحد العمامه للواليد كذا هو زعما راه معايا كيوريني اش ندير الواليد تفريحه وكذا واخا الفلوس ما كتقول ما تعطيهمش ولا ما تعطي ما فلوسك ما تاكلهمش هي. المهم باك فرحوا والمهم عليناش فرحته كسيوه وكذا الى اخره. يمكن خدينا لها حتى هي شي حاجه واقيلا ما لقيتها قالش داكشي ديالها هي انا ما واخا لا كاع واخا كنعطيها هي يا ربي تسمح لي بحال كنعطي لها غير فوق من خاطري. المهم ما عليناش. جيت عيدت معاهم العيد الكبير قلت له انا مازال عاقل عطيته 50000 فرنك هادي بيني وبينه. رطبات شويه الموضع بحال لي زعما مرحبا بيك وكذا شويه بدات كت بحال لي خدمها هو بطريقته. كان واحد الخدمه تما في البلاد غادي يبداو هنا دابا غادي تولي القيمه طيح في خطره. غادي نخدم انا هذاك الدري خويا غادي يجي حتى هو يعيد وغادي واحد السيد يعيط لينا على الخدمه غادي نخدم انا وخويا وولدها هي غنخدموا عند هذاك السيد بثلاثه. شكون اللي غادي يبدا يتخلص؟ خويا الوسطاني اللي زايد عليا. هذاك السيد اللي كان كيخلصنا راه باقي في الحياه مسكين كيقول لهم هاد الهضره كيقول لهم داك السيد راكم كتعداو عليه. راه كيخدم وخوه اللي كيتخلص. مالكم هاد السيد نتوما دامينو غير باه كان كيتخلص من قبل نتوما دوك وليتو دافعين الدري. ما عليناش كان خدموا انا وهذاك الدري خويا هو ولدها ما كيهضر انا ما كنهضر وخويا كيتخلص. المهم السيد ولا دخل البيع والشراء ولا كيمشي كي وشحال كيخدم معنا هو كيهبط له وجده كيجيب سلعه كيضرب سوق الحد كيضرب سوق الاربعه. المهم دائما عنده هو السيمانه مقطعه وحنا كنخدموا نهار السبت كنخلصوا بالكنزه نهار الكنزه كيجي يدي هو الفلوس. خويا قلت له اش غادي دير؟ قال لي شنو؟ قلت له راه الموس في يدي غاتحرك ولا غادي نجي نشرط لك حمارتك. صافي لان ديك الساعه راه قلت لك راه دوزت الغرب دوزت صافي بنادم غاتحرك قدام غنشرط لك وجهك. راه كنحس الوالد بالموس كنحس له راه وقف الوالد قال له مالنا على هاد الهضره ياك خدمته ياك خادم هي دا 50 درهم قال له راك دينت اكثر. رزقو هادي لا شد هو 50 درهم ولا كيسالوش واحد شي حاجه انت شغلك. ياك ما شدش قال له كلشي ياك 50 درهم اللي دا. المهم الوالد بردها بهاد القضيه عاد ما زاد خويا هز عليا الحقد. صافي بقيت كنشوف هادي عمراتو تفاهموا هي والدري خويا. كان عندهم واحد خالت الوالد ضيفه دخلت انا سلمت عليها وكاين واحد جوج عيالات والله ما عقلت عليهم شكون هذوك كانوا ضياف تما عندهم دخلت سلمت عليهم. هذيك خالت الوالد مسكينه الله يوليها برحمة الله قالت لي جيب لي واحد الكينه ديال الراس كتقول لها قالت لي جيب لي اسبرو. خرجت للحانوت باش غادي نجيب لها ديك الكينه جيت داخل الدار عاود فاش ندخل مع الباب ديال الدار راك عارف عربي كنديروا الباب ديال الدار والباب ديال جهه الضياف. مصريه دخلت انا مع ايوا دخلت مع ذاك الباب ديال جهه اللي كيدخلوا من ديال جهه الضياف. انا داخل غندوز على الكوزينه في الظلمه ما نفيق بالديريكت حتى كيتكلم ليا مازال عندي واحد هذا العظم اللي تحت عيني واحد الجهه مضيكالي على واحد الجهه مازال شويه منفوخه. كنفيق بالبنيه حتى كتكلم ليا تحت من عيني داف حفظني الله في عيني الله. والدري خويا يقول لي بديك الشطابه ويديري وجهي واحد الشرطه. دابا البونيه من عند الوالد في الظلمه وخويا ضربني بالعصا ديال الشطابه. رجعت انا اللور كاين واحد العود ديال واحد القرطه محطوطه تما قلت لهم يتحرك شي واحد راه غنصيفطها له الوجه. صافي لان ما عرفتش انا شكون ضربني يا في الظلمه. المهم خرجت مشيت عند واحد السيده مسكينه الله يجازيها بخير كمدات لي وجهي وهذا صافي ما بقى كيبان لي والو معاهم اش غادي ندير. غنطلع للفيلاج غادي نكري واحد الدويره صافي نقولها لك. هنا انت تقدر تعدل ما بين الحب والعار.
ولدك. اه ما تقدرش تعدل بين هاد الجوج هادو. السلام عليكم. اه هذاك الفقيه مسكين الله يجازيه بخير، لان بحكم تا هو كانت توفات الزوجه ديالو ديك الساعه وخليها له الدراري، لكن هو مربيهم المهم، والسيده اللي جاب له الله حتى هي بنت الناس وهذه. اه المهم ما كيعيش هو هذا المشكل هذا. المهم صافي ملي وصلنا لهاد النقطه سكت هو. اه يعني حطيت من هاد النقاط هادو سكت هو. اه بقى واحد السيد، واحد السيد المهم العائله حتى هو وصلوا حسوا، بقى لي لا مات لا كذا كذا. قلت له راك غير كدبزو الا كاين هاد الشيء انا. اه لان علاش في هذوك الايام اللي غادي نجلس معاهم كنصيفط على الخبز 18 كرومات كيهبط ليا، والخبز في دارنا. اه عايش بالخبز والسردين. اه 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 كنصيفط الخبز يهبط ليا ب 18 كرومات من الفيلاج. ايه وانا في دارنا. اه ان هذيك الساعه كبرت ما بقاش كما قبل نمشي نطلب الخبز. اييه راك ديباسيتي 24 سنه ولا شحال ما بدا تطلب الخبز. اييه كان صيفط على الخبز كيهبط ليا وانا في وسط دارنا وعازيني لواحد الجيه لا سلام لا كلام لا غير. المهم ودائما انت اللي ما تسواش ماشي. اييه ما كانش حوار ما كانش. اييه ما كانش. اييه المهم جابوها هي. انا راني سامحه له كي الحليب اللي رضع من امه وكذا وكذا. وديك هاد الهضره هادي راه من النهار اللي كانت في عمري 7 سنين وانا كنت كنسمع. راكي سامحه لي غير يومين الدور عليا بحال اللفعه. اللهم المهم ما عليناش. طلعت لذاك الفيلاج سكنت كريت ديك الدويره وسكنت فيها مالك ما مالي صافي. كان خدم على راسي كان خلص الكرة سكارية وقيلة واش 250 درهم ولا حلاقة. من ثم وليت كان كتب الأبيات وعايش بوحدي ومشي نخدم ونجي لديك الدار. وليت كان كتب أبيات أبقى ديال كان رد لغدايد ديالي في الكتبة. كان بدا نكتب لأن القصة ديالي قلت قراها دفتر ديال 300 ورقة كاتبو عجيب فيه ما بين ابيات. وكنرسم لدرجه وليت كنرسم لي باترون اللي كنخدم معاهم كنرسمو في الورقه كنحطو. الا خدمت معاه كنحطو في الورقه نرسمو. المهم بقيت جالس تما ديك الدار. واحد النهار ما فاق بالوالد تجا عندي قال لي يا ودي هاد الشيء وكذا وهاديك اللي شوف. المهم انا ولا كان الحد عطيته باش يتسوق شي ود لهم خديره وكذا. قال لي وليدي غادي نقول لك واحد الكلمه الله يرضي عليك. راه فين ما خرجاتك من الدار وليدي راه كطيح لي مريضه. هبط سامح معاها واخا راك كاري هنايا هبط سامح معاها. ما بنت له غير هي انه تهبط انت تسامح معاها وصافي. ما لعتي القيمه الاعتباريه ديالك ما لا لا لا. المهم غادي نكمل هنا اش توعدهاش هي فاش قلت لك راه زواج العاطفه. خاصة أنه كنا عرفنا وطبعا حنا الحلقة الماجية غادي نكملوا معاك هو باللي كان تيعرفها قبل ما يتزوج الوالدة ديالك لولا أنه من بعد تزوج والدتك وتوفات عاد رجع لها. أي العاطفة طبيعة الحال. حنا طبعا سي رشيد مازال غادي نرجعوا باش نستكملوا معاك هذه الرحلة ديال الشقاء والتعب واليتم طبيعة الحال والتبعات ديالو والأثر ديالو طبيعة الحال ليتيم من دون شك كيقدر يعيشوا معاه بزاف ديال التبعات على الحياه ديالو كتبقى مستمره معاه ماشي غير من صغره هكذا حال اللي تيم وحنا على